بالتكبير والتهليل استقبل أبناء العاصمة عيد الفطر المبارك وسط أجواء يملأها الفرح والسرور عقب إتمام صيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم أجمعين. العام والجميع بخير وعيد فطر مبارك على الجميع، ونهني ونبارك لجميع الأهل والأصحاب والأصدقاء والزملاء في ربوع اليمن الحبيب في شتى البقاع. من عدن لجميع العائلة والأصدقاء والأقرباء في سوريا وفي كل البلاد العربية. أتمنى إن شاء الله يكون سنة طيبة وعيد مبارك يعني لجميع المسلمين وبكل الوطن العربي وخارج الوطن العربي، وإن شاء الله يكون سنة خير ومباركة. مواطنو العاصمة أدوا صلاة العيد في المساجد والساحات العامة التي هيأتها السلطات المحلية لاستقبال جموع المصلين كما جرت العادة هنا. في هذا اليوم المبارك العظيم اللي فيه احتشاد الناس في إداء صلاة عيد الأضحى المبارك، هذه فرحة كبرى لنا في هذا الميدان، في ميدان شمسان في المعلة، وتعتبر يوم عظيم بالنسبة لنا ويوم جليل. عاد علينا بالخير والبركات، ومن هنا من ملعب نادي شمسان في المعلة ومن المصلى المعتاد عليه في كل سنة أهنيكم بهذا الشهر، بهذا العيد المبارك، وأتمنى إن شاء الله للكل الخير وإن شاء الله والبركات. كل عام وأنتم بخير، عود ماما وبابا وأصدقائك وأخوانك وأخواتك. وعقب أداء صلاة العيد تبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، على الرغم من غلاء الأسعار التي كادت تعكر فرحة استقبال العيد. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن.